حملة تلقيح طلبة مدارس النجف من مرض الحصبة مستمرة، فبعد أن انتشرت الحصبة في أرجاء المحافظة باشر صحة المحافظة بحملة تلقيح كبيرة كانت بدايتها من طلبة المدارس، حيث توجه ما يقرب من 417 فرقة جوالة نحو المدارس ورياض الأطفال، استهدفوا من خلالها أكثر من 330 ألف طالب. حملة اللقاحات مستمرة، أعداد الفرق المشاركة قرابة 417 فرقة. اليوم الهدف من اللقاحات هو 330 ألف طالب مدرسي ورياض الأطفال. اليوم اللقاحات جيدة، استقبال من الأهالي وعدم وجود أي عائق. اليوم من خلال قنواتكم ندعو المواطنين أيضا بتكثيف على أخذ اللقاح بصورة مستمرة كونه في سلامة أولادنا. أساتذة المدارس وأولياء الأمور بيّنوا أن عملية التلقيح جرت بطريقة سلسة، وأن الإشاعات التي انتشرت حول اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ودعوا المواطنين إلى التوعية بأخذه كونه يقي أبنائهم من المرض. باشرت وزارة الصحة مركز الصحي التابع للقاطع مال للمجمع مالتنا باللقاح التلاميذ، والحمد لله والشكر يعني صارت بسلاسة اللقاح وما كل مشكلة ماكو. كانوا الأهالي يتخوفون يعني من التواصل الاجتماعي يقولون اكو تصير امراض بالتلاميذ، والحمد لله والشكر كل هذا ماكو. تقريبا احنا عندنا 250 تلميذ تلقحوا وبكل سلاسه وكل ما عندنا اي مشكله يعني، والناس تقريبا تقبلوا، الاهالي تقبلوا موضوع التلقيح. طبعا احنا نشكر وزاره الصحه لاهتمامهم باطفالنا، ونتمنى من بقيه العوائل يعني يجيبون اطفالهم التلقيح من هذا الفيروس يعني حتى ما ينتشر الامراض، ويعني في الشيء اعتيادي هو سلس، لأن احنا أمات عندنا أولادنا وأطفالنا كلهم جبناهم ولقحناهم. حملات مستمرة شهدتها المحافظة ضد مرض الحصبة وسط دعوات من المواطنين حول ضرورة استمرار مثل هذه الحملات لتجنب زيادة أعداد المصابين بالمرض، وذلك لأن هذا الوقت من العام تحديدا يمثل موسم انتشاره لما يشهده الجو من تغيرات مناخية. من النجف طاهر العساف، قناة الفلوجة.